وانا بكتب في التأسيس السنة دي للإسراء والمعراج كتبت جملة، كتبت قلت ايه؟ الطريق الذي يأتيك منه الابتلاء هو نفس الطريق الذي يأتيك منه الفرج، نفس الطريق اللي انت بيجيلك منه البلاوي والمصايب هو لو كملت قدام شوية وطولت نفسك هو نفس الطريق اللي هيجيلك منه الفرج. وتقيس ده بمين؟ تعال نقيس كده على سيدنا موسى. أم موسى امرأة حزينة خايفة على ابنها اللي فرعون بيقول أي طفل ذكر هنذبحه، مفيش تفاهم مفيش كلام، فجالها وحي من الله إن الطفل ده تاخديه وتعملي له صندوق وتحطيه في الصندوق وترميه في البحر. يا نهار أبيض، أرمي ابني بإيديا في البحر وابن رضيع، يعني ما هوش في أولى ابتدائي هنقول بيعرف يعوم ولا بتاع، لا حطيه في البحر. أم موسى حطت استجابت لأمر الله تبارك وتعالى، وربنا يقول ايه؟ لولا ان ربطنا على قلبها، يعني هو مش ضرب منها، هو ربنا سبحانه وتعالى انزل السكينه على قلبها. فلما حطت ابنها رضعها في البحر كانت قلقانه، فقالت لاخته قصيه، يعني امشي وراه، يعني خليكي ورا، انا ممتثله لامرك يا رب، انا مش هناقش. البحر اللي هو المفروض يكون هلاك سيدنا موسى، لان الصندوق ممكن يتصرف فيه ميه وممكن اي موجه تيجي كده تقلب الصندوق فسيدنا موسى ورضيع يقع في البحر يموت، لكن هو الذي جاءك من نفس الطريق الذي سياتيك منه الابتلاء سياتيك منه الفرج. وسبحان الله يجي الصندوق عند قصر فرعون ويقف. لو بنعمل فيلم مش هتمشي الروايه بالشكل ده. ولما يقف عند قصر فرعون اخت موسى خلاص عرفت ان اخوها ميت، فهترجع تقول لأمها خلاص اترحمي على ابنك، فإذا بالجند يأخذ سيدنا موسى الفرعون يقول ها نقتل، فتطلع مرات فرعون نفس القصر الذي كان سيقتل فيه موسى، هو نفس القصر الذي كان في سبب في حياتي، فتقول له لا 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 سيبهولي بقى عشان خاطري ما عنديش عيال سيبهولي ربي. ورب العزة سبحانه وتعالى لا يجمع ولا يفرق المجتمع، فبعد ما كان موسى هيتربى لوحده في بيت فرعون بعيد عن امه، وامه ينفلق كبدها حزنا على ابنها، فيحرم عليه المراضع، يعني الطفل الرضيع ده يرفض ان يلتقم اي ثدي الا ثدي امه. بعد خدوا بالكم بعد ما كان فرعون هيقتله بقى هو اللي بيدور له على علبه اللبن الصناعي اللي مش لاقيينها، اصلها ما بتنزلش اصلها ما بتجيش اصل بقى هو اللي يجري ويلم من السوق ويقول طب هاتولي المرضعات وهاتولي فلانه نفس الطريق الذي سياتيك منه الابتلاء هو نفس الطريق الذي